بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في درس جديد من دروس القواعد، ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن موضوع الدعوة invitation. طبعا احنا نبهنا في أكثر من مناسبة، قلنا الطالب لازم يعرف اسم الموضوع باللغة الإنجليزية، لأنه بالامتحان أكيد ما راح يقدر يحل إذا ما يعرف اسم الموضوع. يعني بالامتحان حتى يعرف شنو المطلوب من عنده لازم يعرف اسم الموضوع باللغة الإنجليزية، فإذا ما عرف اسم الموضوع أكيد ما راح يعرف شنو المطلوب من عنده، وبالتالي ما راح يقدر يحل. فهسه عندنا الدعوة invitation، ينقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام. وإحنا قلنا بالمحاضرتين السابقتين أنه موضوع التعبير عن التفضيل والاقتراح والدعوة، ذن المواضيع مرتبطة وخصوصا بجزء القبول والرفض، فلذلك احنا قسمناهن الى ثلاثة اقسام. القسم الاول راح يكون الصياغة، والقسم الثاني راح يكون القبول، والقسم الثالث الرفض. فهسه ينقسم موضوع الدعوة الى ثلاثة اقسام، وهي اولا صياغة الدعوة، يعني شلون تسوي دعوة. إذا احتوى السؤال على كلمة invite اللي معناها ادعو، إذا احتوى السؤال سعليما على كلمة invite اللي معناها ادعو، أو كلمة invitation اللي معناها دعوة، فنجيب بالصيغة التالية. شنو الصيغة؟ would you like اللي معناها هل تود. شجي وراها؟ يجي وراها to زائد فعل زائد تكمل. سعدنا would you like اللي معناها هل ترغب، يجي وراها to زائد فعل زائد تكمل. قبل ما ناخذ أمثلة لازم تعرف ذن الملاحظتين، وهو أنه الفعل الذي تحتاجه في الجواب تجده في السؤال بعد to. يعني الفعل هذا اللي تحتاجه بالجواب وين تلقاه بالسؤال؟ تلقاه بعد كلمة to. طبعا هاي كلمة to اللي موجودة بالسؤال. ثاني، انتبه لهذه التحويلات. اليو اذا مفعول به، واحنا قلنا هاي اليو ممكن يصير فاعل ممكن يصير مفعول به، فاعل اذا قبل العبارة الفعلية، ومفعول به اذا بعد العبارة الفعلية. فاذا اجت بعد العبارة الفعلية فهي مفعول به، فنحولها الى من؟ نحولها الى مي. اما يور وهي صفة تملك فنحولها الى ماي، يعني نقول له your name اسمك، نقول ماي نيم يعني اسمي، لانه بهذا الموضوع هو اكيد يدعوك انت، فانت من تجاوب لازم تحكي عن نفسك، فتحول اليو الى مي واليور الى ماي. هسه اذا الملاحظتين انه الفعل اللي نحتاجه بالجواب نلقيه بالسؤال بعد كلمة تو، واذا التحويلات لازم تنتبه لها. نجي ناخذ مثال، قال لك invite your friend، ادعو صديقك to come ليأتي to your birthday party لحفلة عيد ميلادك. احنا ما دام شفنا invite ففهمنا بأنه المطلوب شنو؟ المطلوب موضوع الدعوة. زين، موضوع الدعوة لازم احفظ هاي الصيغة اللي هي would you like، هل ترغب. كتبت would you like، زين الدور لازم اكتب تو زائد فعل، هاي تو نزلتها، الفعل منين اجيبه؟ القي بالسؤال بعد كلمة تو، فكم نزلتها كم. would you like to come، هل ترغب بالقدوم. تو زين عندنا اليو شبيهة اليور عفوا، لازم نحولها الى ماي، اليور اللي موجودة بالسؤال لازم نحولها بالجواب الى ماي، فتصير would you like to come to my birthday party، question mark علامة استفهام. فهل ترغب بالقدوم إلى حفلة عيد ميلادي؟ هسه افتهمنا صياغة الدعوة، وأنه إذا احتوى السؤال على كلمة invite أو invitation، invite ادعو، invitation دعوة، فإحنا نجاوب بهاي الصيغة اللي هي واحدة من صيغ كثيرة طبعا، لكن هي الصيغة اللي مركزين عليها أكثر شيء بالوزاري. would you like، هل ترغب، بجورها تو زائد فعل. الفعل وين ألقاه؟ الفعل تلقاه
بالسؤال بعد كلمة تو. تنتبه إلى بعض من التحويلات، يو تحولها مي، اليور تحولها ماي. وشفنا هذا المثال، شفنا انه شلون قال لك invite your friend to come to your birthday party، انت جاوبت بصيغة would you like to، وجبت الفعل اللي يجي ورا تو come، وحولت اليور الى ماي فصارت would you like to come to my birthday party. هسا نجي على ثانيا قبول الدعوة. اذا احتوى السؤال على كلمة invitation، طبعا السؤال الوزاري مقصود، اذا احتوى على كلمة invitation دعوة مسبوقة ليس مباشرة بإكسبت اللي معناها وافق، طبعا احنا قلنا إكسبت معناها وافق، اكو كلمة ثانية أجري ايضا معناها وافق. فهسا اذا احتوى السؤال على كلمة invitation واجت وياها إكسبت او جملة دعوة متبوعة بإكسبت، يعني شنو جملة دعوة؟ احنا عرفنا شلون ندعو، شلون نصيغ دعوة، نستخدم would you like، واضح؟ فإذا جملة بدت ب would you like فهي جملة دعوة، فإذا أجت هاي جملة الدعوة وياها accept، أو إذا عندنا كلمة invitation وياها accept فمعناها الموضوع قبول الدعوة. وشلون نقبل الدعوة؟ فنجيب بالعبارة الآتية yes I'd love it، نعم أحب ذلك، أو نعم أحبها. وإذا تلاحظون هي هاي نفس العبارة اللي نستخدمها بقبول الاقتراح وللموافقة مع تفضيل شخص ما. وإحنا قلنا استخدمنا نفس العبارة بالقبول بثلاث مواضيع حتى نسهل عليكم القضية. رب طالب يسأل يقول استاذ يعني شنو ماكو بس هاي العبارة؟ لا لا، هن عبارات كثيرة جدا، لكن من باب السهولة انه تحفظ قبول الدعوة وقبول الاقتراح والموافقة مع تفضيل شخص ما بعبارة واحدة حتى الأمور تصير عليك سهلة. هسا ناخذ مثال accept your friend's invitation to watch TV. هسا هذا المثال أجاني بالامتحان الوزاري accept your friend's invitation، اقبل دعوة صديقك to watch TV لمشاهدة التلفاز. هذا السؤال أرد افتهمان يا موضوع أول مرة حتى أعرف أحل. شفت كلمة invitation، ما دام شفت كلمة invitation معناها هذا موضوع الدعوة. زين، موضوع الدعوة بيه ثلاث أقسام، بقبول عفوا بصياغة وبقبول وبرفض، أرد أعرف هذا يا جزء مطلوب عندي حتى أحل صحيح. فأفتش على كلمة accept فلقيت accept معناها هذا يا جزء معناها قبول الدعوة، فلذلك أنا شلون أقبل الدعوة؟ عندي عبارة جاهزة وهي yes I'd love it، فيكون جوابي yes I'd love it، نعم أود أو أحب ذلك، أو نعم أحبها. المثال الثاني قال لك would you like to watch TV، هل تود أن تشاهد التلفزيون؟ وقال لك accept وافق. زين، هسا أنا أرد أعرف هذا يا موضوع حتى أجاوب. طبعا ما منطيني كلمة invitation، شلون أعرف هذا موضوع الانفيتيشن الدعوة؟ لا، أعرف عن طريق الصيغة وهي صيغة يعني صيغة صياغة دعوة وهي would you like، واضح؟ ما دام باقي would you like إذن هاي صياغة دعوة، فافتهمت أن هذا موضوع الدعوة، مطيني accept افتهمت بأنه قبول الدعوة، لذلك راح أجيب بالعبارة الثابتة اللي هي yes I'd love it، نعم أحب ذلك. هسا افتهمنا أنه قبول الدعوة إذا عندنا كلمة invitation وياها accept، أو عندنا جملة دعوة وعرفنا جملة الدعوة تبدأ ب would you like أيضا وياها accept، فمعناها هذا الموضوع شنو؟ قبول الدعوة. شلون أقبل الدعوة؟ أقبلها بعبارة yes I'd love it. هسا نجي على الرفض، شلون أرفض دعوة؟ إذا احتوى السؤال على كلمة invitation دعوة مسبوقة ليس مباشرة ب-refuse، شنو معنى refuse؟ معناها أرفض، وإحنا قلنا مو شرط refuse، احتمال مرات تجي disagree اللي معناها لا توافق، واضح؟ فهسا عندنا إذا بالسؤال كلمة invitation وياها refuse، أو عندنا جملة دعوة وفهمنا شنو جملة دعوة يعني بادية would you like وياها كلمة refuse، فهذا معناه أن الموضوع رفض الدعوة. فشلون نجاوب؟ فنجيب بالعبارة الآتية I don't really love it، لا أحبها كثيرا، أو لا أحب ذلك كثيرا. وإذا تلاحظون هاي عبارة I don't really love it هي نفس العبارة اللي نستخدمها حتى نرفض اقتراح او
ما نوافق مع تفضيل شخص ما. يعني بثلاث مواضيع نستخدم نفس العبارة للرفض. واحنا قلنا احنا اتخذنا هذا الاسلوب من باب تسهيل الامور عليكم، وحتى تحبون عبارة واحدة للرفض بثلاث مواضيع، مثل ما حفظتوا عبارة واحدة للقبول بثلاث مواضيع. وهذا كله من باب السهولة، العبارات كلش هواية للقبول والرفض، لكن هذا من باب السهولة. ناخذ مثال: Refuse your friend's invitation to watch TV. هسه اجاني هذا بالامتحان الوزاري، انا اريد اعرف يا موضوع، افتش لقيت كلمة invitation، اذا موضوع الدعوة، واضح؟ ما دام موضوع الدعوة بي ثلاث اقسام، تريد اعرف صياغة، قبول، رفض، لقيت كلمة refuse، واضح؟ فما دام لقيت كلمة refuse فمعناها رفض الدعوة. فشلون يكون جوابي؟ يكون جوابي بالعبارة الجاهزة وهي I don't really love it، أنا لا أحب ذلك. مثال الثاني: Would you like to watch TV? Refuse. هسه أيضا أنا بهذا المثال من يجيني بالامتحان لازم أفتش أعرف يا موضوع حتى أعرف شلون أجاوب. ما مكتوب لي هذا موضوع مثلا suggestion أو preference أو invitation، مو؟ فما اعرف هذا شنو الموضوع، فاكيد لازم امشي على الصيغه. فما دام قال لي would you like، هل ترغب، فهاي الصيغه هي صيغه الدعوه، اذا هذا موضوع الدعوه. قال لي refuse، ارفض، اذا هذا موضوع رفض الدعوه. فشلون ارفض الدعوه؟ بالعباره الجاهزه اللي عندي اللي هي I don't really love it. فهسه افتهمنا برفض الدعوه اذا السؤال بكلمه invitation ويا كلمه refuse ارفض، أو جملة دعوة وياها أيضا كلمة refuse، فعندنا عبارة جاهزة نرفض بها الدعوة وهي I don't really love it. هسه افتهمنا أنه موضوع الدعوة invitation بثلاث أقسام. القسم الأول هو صياغة الدعوة، وعندي صيغة أنا أصيغ بها الدعوة هي would you like، يجي وراها تو زائد فعل، الفعل وين ألقاه؟ ألقاه بالجواب، بعد ألقاه عفوا بالسؤال بعد كلمة تو. عندي بعض التحويلات لازم أنتبه لها. القسم الثاني هو قبول الدعوة، شلون أني أعرف أنه المطلوب مني قبول الدعوة؟ إذا السؤال بكلمة invitation وياها كلمة accept اللي معناها وافق، أو إذا هي جملة دعوة بادية would you like وياها accept، فأيضا يعني عرفت أنه المطلوب هو قبول الدعوة، فأجيب بعبارة ثابتة هي yes I'd love it. زين، وعندي أيضا القسم الثالث هو رفض الدعوة، شلون أعرف أنه المطلوب مني رفض الدعوة؟ موجود بالسؤال كلمة invitation وياها كلمة refuse اللي معناها ارفض، او عندنا جملة دعوة يعني شنو جملة بادية would you like وياها كلمة refuse ارفض، فالمطلوب من عندي شنو؟ رفض الدعوة. فايضا اجيب بالعبارة الثابتة اللي هي I don't really love it، لا احب ذلك. هسه نجي على الاسئلة الوزارية، وطبعا ايضا موضوع الدعوة مثل ما أخذنا موضوع التعبير عن التفضيل وموضوع الاقتراح، موضوع الدعوة أيضا مركزين عليه بالامتحان الوزاري. وإحنا قلنا مركزين عليه مو معناها أنه هو مهم وباقي المواضيع غير مهمة، لكن إحنا هذا اللي لاحظناه أنه بالأسئلة الوزارية يركزون على ذني المواضيع. هسا نجي على نموذج رقم واحد، عندنا question number two، فرع ب النقطة two الثانية. قال لك invite your friend، يعني ادعو صديقك to come، ليأتي to the school graduation party، الى حفلة تخرج المدرسة. ايش قال لك use؟ احنا حكينا اكثر من مرة قلنا هاي use لازم تفهمها لان تحتاجها بالقواعد، معناها استخدم. would you like، هو هسه هنا فارض عليك تستخدم صيغة would you like. افتهمنا هسه هذا الموضوع ان الدعوة يا قسم من عده، القسم الاول وهو صياغه الدعوه لان قالك انفايت ادعو، واضح؟ فجوابي راح يكون would you like to come to the school graduation party. شلون جاوبت؟ جاوبت جيب صيغه would you like وراها to زائد فعل، الفعل وين لقيته؟ لقيته بالسؤال بعد كلمة تو، واضح؟ فقلت هذا الـ come هو الفعل وكملت الجملة. هسا نجي على نموذج رقم اثنين، أيضا عندنا question number two،
برانش A فرع A النقطة الثالثة. قال لك invite your friend ادعو صديقك to come ليأتي to your birthday party إلى حفلة عيد ميلادك. نفس المثال اللي أخذناه بالشرح. قال لك use استخدم would like. واضح؟ يعني استخدم صيغة would like يعني مو كيفك، وهي طبعا هي الصيغة الوحيدة اللي درسناها. فأنت لازم تجاوب تقول would you like وتقول وراها to زائد فعل. الفعل تحصله وين؟ بالسؤال بعد كلمة to، وتكمل الجملة. إذا عندك تحويلات انتبه لها، هسه هاي عندك يور لازم تتحول إلى ماي. فالجواب راح يكون would you like to come to my birthday party. هسه نجي على نموذج رقم 5، وأكيد نروح لـ question number 2 السؤال الثاني. فرع A النقطة الخامسة 5. invite your friend ادعو صديقك okay. to come يأتي to your brother's wedding أن يأتي المن لحفل زفاف أخوك. هساني أريد أعرف هذا يا موضوع. شفت invite عرفت أنه موضوع الدعوة. زين موضوع الدعوة بثلاث أقسام، فما دام بادئ بإنفايت ادعو، إذن هو صياغة الدعوة. زين انتبه هنا ايش عندي؟ أريد الفعل لأن أنا عندي صياغة الدعوة، عندي صيغة would you like وراها تو زائد فعل. فالفعل وين؟ الفعل هنا come هسه لأن جاي حقين تلقى السؤال بعد تو. زين انتبه عندي تحويلات، عندي يور هاي لازم تتحول علمًا إلى ماي. فالجواب راح يكون would you like to come to my brother's wedding. هسه نجي على النموذج السابع، واكيد عندنا question number 2 branch A فرع A 5 نقطة الخامسة. invite your friend ادعو صديقك to come ليأتي to the party إلى الحفلة in your home في بيتك. هسه لاحظنا أنه invite ادعو يعني القسم الأول صياغة الدعوة. شفنا هاي to، شفنا come وراها هذا الفعل اللي نحتاجه، وشفنا أكو your لازم تتحول إلى my. فأكيد صياغة الدعوة لازم أنا أحافظ الصيغة would you like. فجوابي راح يكون would you like to come to the party in my home. هسه نجي على النموذج التاسع، عندنا question number 2 السؤال الثاني فرع A 5 نقطة الخامسة. invite your friend ادعو صديقك to come ليأتي to the theater أن يأتي إلى المسرح. واضح؟ use would like استخدم would like. طبعا هنا اريد انبه انه التو اللي نحتاجها حتى نعين انه الفعل اجى وراها ما قبلها هذا ما نعلاقه به، ما نعلاقه انه هو هذا الطلب يقول لك ادعو صديقك. واضح؟ اللي بعد التو هو الفعل وما بعده هو التكمله اللي نحتاجها بالجواب. هسه افتهمنا انه الموضوع invite يعني ادعو يعني صياغة الدعوة. زين وافتهمنا انه المطلوب من عندنا صيغة would like. فجوابنا راح يكون would you like to come to the theater. هسه عندنا نموذج رقم 11، وأكيد نروح للسؤال الثاني فرع A النقطة
السادسة. 6 invite your friend، ادعو صديقك. هسه احنا قلنا هاي invite your friend ما لنا علاقة بها، ما نحتاج بجواب، لان هي الطلب انه المطلوب من عندك موضوع الدعوة. to go with you، ان يأتي معك. on a picnic، في نزهة. هسه تخلصنا من come، لان امثلة اللي قبلها كلها come. هسه to go، go هو الفعل اللي نحتاج، عرفناه اجورة to. قايلي استخدم use with you like، واضح؟ احنا قلنا يوز لازم تعرفها معناها استخدم، وتحتاج هواي بالقواعد. استخدم would you like، يعني هل ترضى. زين انتبه هنا، اناني invite يعني موضوع الدعوة، واكيد صياغة الدعوة. زين انتبه اكو تحويلات، تحويلات هاي وين افتشها؟ من ورا تو ولنهاية الجملة، القبل تو ما له علاقة بيه. عند يو لازم تتحول المن الى مي، فالجواب راح يكون Would you like to go with me on a picnic؟ هسه عندنا نموذج رقم 12، وهو النموذج الأخير اللي يحتوي على سؤال على موضوع الدعوة. نمشي إلى question number 2 branch A 6 نقطة السادسة. invite your friend، ادعو صديقك. to have a cup of tea، يتناول a cup of tea يعني كوب من الشاي. with you، معك. هسه افتهمنا invite your friend يعني هذا موضوع الدعوة. هسه هاي invite your friend ما نحتاج، نحتاج من to الى نهاية الجملة. وردت مباشرة جينا الفعل اللي نحتاجه بالجواب، وننتبه اكو تحويلات. نعم اكو يو لازم تتحول الى مي، طبعا هو قايل لك يوز ود لايك يعني استخدم ود لايك. فهسه جوابي راح يكون would you like to have a cup of tea with me. هسه بعد ان كملنا شرح موضوع الدعوة واخذنا الأسئلة الوزارية العالية، كملنا ثلاث مواضيع، وهنا المشابهة، وهنا التعبير مع التضليل والاقتراح والدعوة. فهسه صار الوقت انه نحل التمارين اللي موجودة بالكراسة على ذني الثلاث مواضيع. واني نبهتكم في وحدة من المحاضرات قلت لكم اني ما اقدر أحل التمارين إلا أكمل ذا الثلاث مواضيع، لأنه التمرين الواحد على الثلاث مواضيع. هسا عندنا on page في صفحة 21، صفحة 21 بالactivity book بالكراسة. write the verb in the correct form، اكتب الفعل بالصيغة الصحيحة. to go يعني to زائد فعل، go يعني فقط فعل بدون اي اضافة ولا قبلته، or او going يعني فعل b-i-n-g. فهسه لو to go، لو go، لو going. هسه عندنا number one، where would you like dash this afternoon. هسه انا شفت like بالسؤال. زين هاي like احنا اخذناها بموضوعين، اخذناها بموضوع افعال الحب والكره، واخذناها بموضوع التعبير مع التضليل. وقلنا حتى نميز ما بين اللايك اللي موجوده بموضوع افعال الحب والكره واللايك اللي موجوده بموضوع التعبير مع التضليل، ننتبه انه اذا اللايك قبل هود فهذا موضوع شنو؟ التعبير عن التضليل. اذا ماكو قبل هود او اختصار هدا فهذا معناه موضوع افعال الحب والكره. زين هسه هاي اللايك قبل هود، إذن هذا صار يا موضوع، موضوع التعبير عن التضليل. بموضوع التعبير عن التضليل اللايك يجي وراها تو زائد فعل، أما بموضوع الأفعال الحب والكرة اللايك يجي وراها لازم آي إن جي. هسا هذا إحنا عرفناه موضوع التعبير عن التضليل، لأنه اللايك يجي قبل هود. إذن جوابنا راح يكون تو جو. نمبر 2، how about dash to the park. طبعا how about هاي وين نستخدمها؟ مع الاقتراح، ولازم اللي يجي وراها فعل يحتوي ing، فالجواب راح يكون going.
نمبر 3 I'd rather معناها أفضل. هاي وين أخذناها؟ أخذناها موضوع التعبير عن التفضيل، وقلنا هاي I'd rather تمتاز بأنه يجي وراها فعل مجرد خالي من أي إضافة وماكو قبله to. إذن الجواب راح يكون go. Number 4 Why not لما لا dash to the fun fair. طبعا احنا الواي نوت عرفناها ناخذها مع موضوع الاقتراح، وهاي تمتاز بانه اللي يجي وراها فعل مجرد خالي من اي اضافه وماكو قبله تو، فالجواب راح يكون جو. نمبر 5 I'd love، هسه شفنا هاي I'd love واللوف احنا قلنا ممكن تجوي موضوع افعال الحب والكره، ممكن تجوي موضوع التعبير عن التفضيل. هسه ما دام قبل هالتين يعني اختصار الود، اذا افتهمت بانه هذا موضوع التعبير عن التفضيل، اذا اخلي وراها تو زائد فعل، فالجواب راح يكون تو جو. نمبر 6 عندنا يس ليتس، هسه هاي ليتس شنو؟ موضوع الاقتراح، والليتس تمتاز بانه يجي وراها فعل مجرد خالي من اي اضافه وما قبله تو، فالجواب راح يكون جو. هسه ننتقل الى تمرين اخر ايضا على الثلاث مواضيع، موجود on page 53 صفحة 53، موجود في صفحة 53 وهو طبعا بوحدة المراجعة الوحدة الرابعة. write the verb اكتب الفعل in the correct form بالصيغة الصحيحة. ايضا to go يعني to زائد فعل، logo يعني فعل مجرد ما هو قبله to، لو going يعني بي اي ان جي، يعني هو تمرين مكرر لكن لا بأس ان ناخذه. هسه I'd love، هسه I'd love شفتوا I'd love شنو؟ اللوف اجى قبل هذين، اذا يا موضوع التعبير عن التفضيل، فلازم اختار تو زائد فعل، يعني يصير I'd love to go to a summer school this year، يعني أود أن أذهب المعمدة الصيفية هذا العام، فجوابنا راح يكون to go. number 2 I'd rather dash to the library، أود فراغ إلى المكتبة. طبعا I'd rather نعرف احنا موضوع التعبير عن التفضيل، I'd rather تمتاز بأنه اللي جوراه فعل مجرد خالي من أي إضافة وما هو قبله to، فالجواب راح يكون go. number 3 how about dash fishing، ماذا عن الصيد او صيد السمك. طبعا how about نعرف احنا بموضوع الاقتراح، how about تمتاز بانه يجي وراها لازم فعل يحتوي على ing، فالجواب راح يكون going. number 4 okay let's dash fishing، هسه هاي let's احنا نعرفها بموضوع الاقتراح، والليتس تمتاز بأنه يجي وراها لازم يكون فعل مجرد خالي من أي إضافة وماكو قبله تو، فالجواب راح يكون go. هسه أصور كملنا موضوع الدعوة كل تفاصيله بصيغة الثلاثة أو بأقسام الثلاثة، صياغة الدعوة والقبول والرفض، وأخذنا عليها أمثلة وزارية. وبعد ما كملنا موضوع الدعوة أخذنا التمارين اللي موجودة بالكراسة اللي هنا بصفحة 21 وصفحة 53 اللي خصاً موضوع التعبير عن التفضيل والاقتراح والدعوة. وبهذا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في درس قواعد جديد. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.